الشمال كابتن علاء هيبقى اعظم وهيفضل اعظم نادي في الكون. يمكن الكابتن علاء اتكلم على دور الجماهير، واكيد كابتن هاني العجيزي وانت لعيب في النادي الاهلي اكيد حصل مواقف صعبه كتير، اكيد حصل مطبات كتير، حسيت ازاي بدور الجماهير في الدفعه لكل الامام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا كابتن ايمن، النادي الاهلي اللي بيمر بيه حاليا يعني بقالنا فتره حوالي داخلين في 3 4 سنين نفس الحمله اللي معموله على النادي الاهلي، وباين جدا مدى الكره او مش عايز اقول طبعا حاجه تزعل الناس مني، بس واضح جدا ان في حمله شرسه على النادي الاهلي بقالها فتره كبيره، اسكات في لعيبه او تعاقدات لعيبه او اسكان في مش عايز اقول برضو في مجاملات بتحصل من اللجنه الخماسيه اللي موجوده. يعني كابتن عادل الكنسه سامع ان هو متحول للتحقيق، ما اعرفش ليه، مع ان الراجل يعني بيتكلم بكل حياديه وبيتكلم بيجيب حق النادي. يعني انت راجل مفروض ان انت مسؤول في النادي الاهلي، مفروض ان انت طبيعي ان انت تدافع عن النادي الاهلي بتاعك او النادي بتاعك اللي انت منتمي ليه. في تجاوزات بتحصل من 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 من, من لعيبه ثانيه ومن اماكن من فرق ثانيه، ولكن ما فيش من الناس بتعمل ان هي مش شايفه حاجه، فده بحاجه بتضايق طبعا يعني. لكن الشكل العام مش مطمن او مش مريح. ولكن في النقطه دي بالذات احنا يعني مش عايزين اتطرق لامور بعيده عن جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه، يعني هم ليهم طبعا اساليبهم وليهم اسبابهم وليهم يعني حاجات معينه مش عايزين نتكلم فيها، ولكن احنا بنتكلم على دور جمهور النادي الاهلي في تخطي فريق النادي الاهلي بلاعبته الصعب دي. جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن طول عمره موجود ورا ظهر الفرقه، ده ما فيش خلاف عليه. طول عمر النادي حتى لو النادي بيخسر برضه الجمهور بتلاقيه في ظهر الفرقه. يعني انت حسيتها ازاي كلاعب؟ انا يعني كنت اخر مره مع حضرتك في الاستوديو هنا لما اتكلمت، لما رجعنا من اليابان لما خسرنا البطوله، كابتن علاء كان موجود وتقريبا كابتن يوسف كان موجود معانا، وخسرنا البطوله وكنا يعني ادائنا يعني كان وحش جدا، تمام، وخسرنا ماتشين ورجعنا، لقينا في الاستاد الجمهور كله موجود، فدي حاجه من الحاجات برضو. حتى كابتن اسامه موجود معانا اكيد كان فاكر الموقف ده، الجمهور كله في في المطار، حاجه يعني بتدل ان انت وراك جمهور عظيم، مش جمهور وخلاص ان انت بتخسر ماتش الناس بتقلب عليك او الناس بتنتقدك. في انتقاد بناء، ده طبيعي ان انت مثلا لو مستواك وحش النهارده لازم الجمهور يعني يعلو يقرص ودنك كده عشان تفوق تاني عشان مصلحه النادي مش عشان حاجه ثانيه، فده طبيعي جدا. لكن انا شايف زي ما قلت حضرتك يا كابتن ايمن ان في حمله غير طبيعيه على النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي هو رقم واحد اللي هو يتصدى للي بيحصل ده. انا شايف ان جمهور النادي الاهلي هو طول ما جمهور النادي الاهلي موجود. وعايز اقول حاجه يا كابتن ايمن برضو، ان جمهور النادي الاهلي لو في المدرجات مش هتلاقي الناس دي كلها بتتكلم، يعني صحيح. ده حقيقه انا شفتها. جمهور النادي الاهلي كان بيجيب حق النادي من المدرج الوقت اللي طبعا، لان مفيش جماهير في الملاعب والكلام ده، فكل واحد دلوقتي بيطلع يتكلم. انا مش عايز انا يعني انا 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 فعلا انا 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 زعلان على اللي بيحصل، وفي حاجات عايز اتكلم فيها لكن مش عايز اخش طبعا في تفاصيل اكتر من كده، خلينا في المباراه النهارده. لكن عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي طول ما هو موجود في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي ما تقلقوش عن النادي الاهلي بس. كابتن محمد